هنتكلم في الجزء الثاني او بعض المسائل الثانيه في شيت 6، كانت بتتكلم على الانرجي ستورز او الكريستاتيك انرجي ستورز في الـ في حاله وجود الكتريك فيلد، وازاي الانرجي ستورز دي لو اتغيرت ازاي، ايه اللي بيتم او ايه اللي بيحصل. خلينا ندخل في بعض المسائل على طول. كان في مساله كان بيقول ان انا عندي 2 بارل بليت كاباسيتور، التو بارل بليت كاباسيتور دي مديني البيانات بتاعتها، مديني الاريا بتاعت البليت اس والسيجمنت بتاع الماتيريال بتي والريلاتيف برميتيفيتي ابسلون ار، والابر بليت بيقول ان الابر بليت از فيكسد بس اللور بليت ده مش فيكسد، ده حاجه موفابل، دي ممكن تكون عيب في التصنيع او حاجه معينة خلت ان اللور بليت ده ما هواش متوص او ما هواش ثابت كويس. فبيقول لي اثبت لي ان الماكسيمم فولتج او الفولتج المطلوب عشان البليت ده يثبت في مكانه وما ينزلش او ما يتحركش قيمته او الفي سكوير اكبر من او تساوي 2 تي في ام في دبليو على ابسلون نوت في ابسلون ار سكوير في الاس، بحيث ان الدبليو دي هي بتمثل الويت بتاع البليت. طيب مبدئيا سريعا كده، هو الراجل بيقول لي ان انا عندي 2 بارل بليت، انا افترضت ان انا عندي 2 بليتس اهمت وحاطط ما بينهم فولتج، وكان في داي الكتريك عليه ابسلون ار، الداي الكتريك ده السيجنال بتاعه تي زي ما هو موصف لي في المساله، وبيقول لي لسبب ما ان البليت اللي تحت ما بقاش لازق او ما بقاش بقى في جاب ما بينه وما بين الداي الكتريك موفابل او هو سهل الحركه، بس البليت اللي فوق ثابت ما هواش متحرك يعني. فممكن يكون ده عيب في التصنيع، ممكن يكون حاجة معينة موجودة. طيب احنا عايزين نتعامل مع دي كأنها مسألة، فأنا مبدئيا هنوصف المسألة دي كأن أنا عندي الحتة الجاب اللي تحت دي، هفترض إن السيكنس بتاعها أو المسافة بتاعتها اسمها إكس، وهفترض ان البليت اللي تحت ده اللي بيأثر عليه او اللي بيحركه لتحت هو الويت بتاعه اللي هو الام جي بتاعه، هو ده الفورس اللي بيحركه لتحت هي بتمثل الويت. طيب في الحالة اللي عندي دي، لو انا ابتديت اقسم المسألة بتاعتي لاتنين كباسور، كباسور في الدايركت فوق وكباسور في الجاب تحت، وبحيث ان الكباسور سي واحد ده هو طبعا القانون بتاع الكباسنس بتاع التو بارل بليتس في ابسلون نوت في ابسلون ار في الاريا على السيكنس، طبعا الاريا عندي هنا اس والسيكنس عندي تي، فنقدر نحسب سي واحد وسي اتنين نفس الطريقه نفس الاريا ونفس بس السيكنس المره دي او الديستنس هي اكس، وطبعا الابسلون ار بتاعت الهواء بواحد. طب لو انا حبيت اجيب السي توتال، الاتنين كباسورز دول ان سيريز، فبالتالي الكباسنس التوتال بتاعتهم هي ضربهم على مجموعهم، اختصر هيطلع معايا دي شكل السي توتال في الاخر، هي ابسلون نوت في ابسلون ار في اس على ابسلون ار في اكس بلس دي. طيب لو انا حبيت اشوف الانرجي ستورد في السيستم اللي عندي ده، عندي الانرجي ستورد هي عباره عن هسميها دبليو كابيتال دبليو سب اي كده، هي عباره عن هاف سي توتال في سكوير. طبعا لو انا عملت الكلام ده وحطيت الكباسنس عوضت بيها تطلع دي شكل الانرجي ستورد. طيب الانرجي ستورد دي هل متغيره هل ثابته؟ قال الانرجي ستورد اللي موجوده قدامنا دي متغيره ما هياش ثابته. ليه متغيره؟ لان في الحقيقه البليت اللي تحت ده موفابل وبالتالي بيتحرك، وبالتالي لو هو اتحرك ايه اللي بيحصل في الاكس؟ الاكس بتتغير، وبالتالي لو الاكس اتغيرت ايه اللي هيحصل في الانرجي ستورد؟ اللي هيحصل في الانرجي ستورد لو الاكس اتغيرت انه الانرجي بتتغير مع تغير الاكس. طب تغير الانرجي ده بينتج عنه ايه؟ قال تغير الانرجي ده بينتج عنه فورس. ففي حقيقه قانون كده ظريف للالكتروستاتيك فورس، هي عباره عن ماينس جراد الانرجي، عامله حاجه بالظبط شبه الفولتج والالكتريك فيلد بالظبط، حاجه نفس الطريقه ان الالكتروستاتيك فورس بتساوي ماينس جراد الانرجي او تغير الانرجي. طبعا الجراد هو عباره عن تغير بالنسبه للاكس والواي والزد، بس عندنا الانرجي بتتغير بالنسبه للاكس بس،
وطبعا الجراف ده هيقول لي تغير الانرجي بالنسبة للإكس. طبعا لو انا عملت القانون اللي فوق ده، عملت له تغير او عملت له ديفرنشيشن، طبعا المقام تحت هيبقى سكوير، ونبتدي نعمل ديفرنشيشن هنقدر نوصل لمعادلة الفورس. هيطلع معادلة الفورس بالشكل اللي موجود قدامنا ده. طيب الفورس دي في الحقيقة الفورس دي بتأثر على البليت ده، بحيث ان هي بتعمل فورس عكسية، بحيث ان هي تسحب البليت لفوق. الفورس دي هي جاية فورس عكسية نتيجة تغير الانرجي، الفورس دي بتبتدي تسحب البليت لفوق. يبقى امتى الفورس دي تبقى يبقى كافية ان هي تخلي البليت لازق في الدايلكتريك؟ ان الفورس دي المفروض ان هي تساوي الويت بتاع الايه، بتاع البليت. لو الفورس دي قد الويت، يبقى انا ساعتها بقول ان الفورس دي كافية ان هي تسحب او قد البليت او اكبر منه، قده او اكبر منه. بقول ان الفورس بتاعتها كافية ان هي تسحب البليت وتخليه طالع لفوق او يلزق في الدايلكتريك. طب امتى ان البليت ده يلزق في الدايلكتريك؟ البليت ده يلزق في الدايلكتريك لو انا ساعتها خليت، او لما يكون لازق في الدايلكتريك خليت الجاب دي او الاكس عندي بكام؟ بزيرو. فلو انا عوضت في المعادلة بتاعت الفورس دي عن الاكس بزيرو، هيبقى ساعتها اقدر احسب معادلة الفورس، والفورس دي اساويها بالويت اللي هو مدولي جيفن دبليو. فلو انا سويت حطيت الاكس في معادلة الفورس بزيرو، وحطيت الفورس دي بالويت اللي هو دبليو، اقدر احسب او اوصل لمعادلة الفولتج. يبقى ساعتها الفولتج ده المفروض يكون اكبر من او يساوي القيمة دي، عشان الفولتج ده يقدر يعمل لي فورس كافية ان هي تخلي البليت اللي تحت لازق في الدايلكتريك، ما هواش او ما فيش ما بينه وما بين الدايلكتريك جاب، وبالتالي هي دي الفولتج المفروض ان انا اقدر احطه. عشان لو الفولتج اقل من كده الفورس مش هتكون كافية ان هي تسحب البليت لفوق، وبالتالي هتفضل دايما الجاب موجودة في المسألة. فاللي انا عايز اوصل له في الموضوع ده كله، ان تغير الانرجي بالنسبة للبوزيشن بيعمل لي حاجة اسمها الكتروستاتيك فورس، او الفورس اللي احنا بنقدر نحسبها بين تو تشارجز جاية نتيجة تغير الانرجي مع البوزيشن. المسألة التانية او المسألة رقم 4 في الشيت كانت حاجة شبه نفس الكلام، بيقول لي ان انا عندي تو كونسنتريك سيلندرز، اتنين سيلندرز جوه بعض، السيلندر اللي جوه ليها راديوس ايه، والسيلندر اللي بره ليها راديوس بي، والاتنين سيلندرز دول موجودين في تانك. التانك ده فيه ليكويد ليه ابسلون ار معينة. طبعا الليكويد ده ممكن يكون زيت، ممكن يكون اي عازل. فانا بروح جايب اسطوانتين كده وحاططهم في اناء او وعاء او اي حاجة، بحيث ان هي لما احط الزيت تقدر تحتوي كل الحاجات دي. فبيقول ان انا مجرد ما حطيت بوتنشال ديفرنس ما بين الاثنين كوندكتور، حطيت بوتنشال ديفرنس، لاحظ انه الليكويد ده ارتفع مسافة ما بين التو كوندكتورز، ارتفع مسافة اسمها اتش. فهو لما حط فولتج ما بين الاثنين كوندكتور، لاحظ ان الليكويد ارتفع مسافة ما بين الاثنين كوندكتور، يعني في المنطقة اللي انا راسمها دي بس ارتفع مسافة اسمها اتش. فبيقول لي اثبت لي ان الاتش المفروض ان هي تبقى جيفن بالفورمولا اللي موجودة قدامنا. طيب هو ايه اللي ممكن يخلي الزيت ده يرتفع لفوق؟ ان المفروض في فرصة اثرت عليه. طب الفرصة دي نحسبها ازاي؟ قال دي حاجة شبه المسألة اللي احنا لسه قايلين عليها من شوية، ان الفورس دي جاية نتيجة تغير الانرجي مع البوزيشن. لما تيجي نوصف المسألة بتاعتنا، قال لك احنا ممكن نوصف المسألة بتاعتنا بعبارة عن اتنين كاباسيتورز. هفترض ان المنطقة اللي فيها زيت تحت دي كلها ما بين الاتنين كوندكتور، هفترض ان هي كاباسيتور اسمه C2، والمنطقة الفاضية اللي هو باقي الكاباسيتورز فوق، او باقي المنطقة اللي فيها هواء فوق، هسميها C1. ممكن باسلوب اوضح تاني شوية، لو انا بتكلم عليها 2D، هفترض ان المنطقة اللي فيها زيت ليها كاباسيتنس اسمها C2، وما بين الاتنين كونتاكتور يعني،
والمنطقة اللي فوق اللي هي في الهواء فوق هنسميها C1. طبعا هأسيوم انه الطول الكاباستور L، وان المنطقة اللي فيها زيت ما بين الاتنين كوندكتور كلها اسمها X. انا فرضت ان الاكس دي هي طول او ارتفاع الزيت ما بين الاتنين كوندكتور، والاكس ده موفابل او variable، حاجة بتتغير. ليه بتتغير؟ لأنه قيمته بتعتمد على قيمة الفولتج اللي أنا حاطه. طيب، فساعتها لو أنا بحسب الكاباسيتنس في الحالة اللي قدامي دي، هتلاحظ إن الكاباسيتنس الاتنين دول سيريز مع بعض. ليه سيريز مع بعض؟ لأنه بكل بساطة ده بيمثل كوندكتور، أو اللي هو ده بيمثل كوندكتور وده بيمثل كوندكتور تاني. فلو أنت بتتكلم على إنه في تشارج هتعدي أو في كارنت هيعدي، هتلاحظ إنه التشارج دي قيمتها بتتوزع نصه او شوية فيهم الكاباستور اللي فوق وشوية على الكاباستور اللي تحت. وطالما التشارج او الكرنت بيتوزع، فدي الكيس بتاعت السيريز اللي احنا عارفينها. فساعتها التو كاباسترز دول هيبقوا ان سيريز، فده سي واحد وسي تو الاتنين سيريز، وبالتالي ساعتها سوري هما الاتنين كاباسترز ان بارلل، الاتنين كاباسترز ان بارلل، وبالتالي بتعامل معاملة المقاومات السيريز. فساعتها السي توتال هتبقى عبارة عن سي وان بلس سي تو. طب سي وان بكام؟ الكاباسنس في ما بين، او الكاباسنس بتاعت اتنين سلندرز جوا بعض، احنا لسه قايلينها في كذا مسألة، ومسألة رقم اتنين في الشيت برضو كنا حلينا حاجة على كذا، او على مسألة زي كده، يعني ان الكاباسنس هي عبارة عن 2 باي ابسون نوت في ابسون ار في ال على لين بي على الايه، ال ده اللي هو طول الكاباستور. طبعا سي واحد دي بتمثل الجاب اللي فوق، فطالما هي بتمثل الجاب اللي فوق، فساعتها طول الكاباستور اللي فوق هو الحتة الفاضية اللي فوق اللي هي ال ماينس اكس. عشان كده ضربت ان سي واحد هي 2 باي ابسلون نوت في ال ماينس اكس على لين بي على الايه. خلي بالك انا ضربت في ابسلون نوت بس لانه فوق هوا. بالنسبة لسي تو هتبقى عبارة عن المنطقة اللي فيها زيت تحت، هي عبارة عن 2 باي ابسلون نوت في ابسلون ار، ما تنساش ابسلون ار، في اكس، الاكس دي اللي هي ارتفاع الزيت او الارتفاع بتاع الكاباستور على لين بي على الاي. طبعا السي توتال هتبقى مجموع الاتنين، لو جمعتهم واختصرت هيوصل معايا ان السي توتال حاجة بالشكل ده كده، والانرجي هي هاف سي توتال في الفي سكوير، رحت عوضت بالسي توتال في الانرجي، هيطلع دي شكل الانرجي بتاعتي. بنفس الاسلوب هتلاحظ ان الانرجي عندي هنا بقت متغيرة مع تغير الاكس. ليه بتتغير مع تغير الاكس؟ لان قلنا من شوية انه الاكس دي هي بتتغير لو الفولتج عندي تغير، وبالتالي الاكس هي variable. فلو الاكس بقت variable يبقى اكيد الانرجي بقت متغيرة. فتغير الانرجي مع الاكس هو ده اللي بيمثل الفورس. زي ما قلنا يبقى الفورس هي ماينس تفاضل الانرجي بالنسبة للاكس. فساعتها لو عملت تفاضل للمعادلة دي بالنسبة للاكس، هقدر اوصل لمعادلة الفورس، هتطلع بالشكل ده كده. طيب الحقيقة الفورس دي هي اللي بتمثل الام جي، هي اللي بتمثل الويت. الويت بتاع ايه؟ الفورس دي هي الفورس اللي اثرت على الزيت خليته يرتفع مسافة اتش. يبقى اكيد الفورس دي هي بتساوي الويت بتاع الزيت اللي ارتفع فقط. هي الفورس دي هي اللي اثرت على شوية الزيت اللي ارتفعوا لفوق او اللي طلعوا لفوق، يبقى المفروض ان هي بتساوي وزن الزيت اللي طلع فوق. وزن الزيت اللي طلع فوق هو ام جي، والام هي هفكها برو في الفوليوم في جي. فبالتالي ساعتها لو انا عارف الفوليوم بتاع الزيت اللي ارتفع فوق، اقدر اضرب او اعوض بيه واقدر اجيب علاقة عندي. طب الفوليوم ده بكام؟ الفوليوم ده هو الفوليوم بتاع الزيت اللي ارتفع اللي هو بتاع الهولو سلندر دي. الفوليوم ده هو عبارة عن اتش في باي بي سكوير ماينس اي سكوير. فساعتها ظاهر هنا عندي الاتش اهوت اللي هو الارتفاع اللي انا بدور عليه، فساعتها اقدر اجيب الاتش في طرف لوحده. فلو انا قسمت كل الكلام ده على عشان اقدر اجيب الاتش في طرف، اقدر اوصل لنفس الفورم اللي هو كان عايز يثبتها في المسألة،
وبالتالي هي دي نوع من انواع المسائل اللي هي بتاعه تغير الانرجي ستورد مع الـ او تغير الانرجي ستورد، ايه اللي بيحصل او ايه هي شكل الفورس. ودي من ضمن المسائل اللي احنا خليناها في شيت 6.